ناس تدخلوا الفيديوهات وتقولوا هذا صوت واحد، تتهضرش عليكم نتوما لانكم نتوما تتبعوا اللايف وعارفين ان الصوت يتبدل وتتسمعوني دائما في كل بدايه ديال الحلقه. تنقول ان اللايف ان اي قصه تدوز معايا راه ماشي صوتها الحقيقي. جاوبنا بزاف ديال الميساجات في الفيديوهات يقولوا بان هذا راه مجرد شخص واحد اللي تعاود القصه لا ديال الحمام لا ديال اكادير لا ديال الجن. فاول مره غادي ندير شي توضيح، بالعكس هادشي يشرفني بان البرنامج تيخفي كاع الاصوات الحقيقيين، فهذه حاجه زوينه وحاجه فرحتني. وكذلك انني ما كاع الناس اللي بدات يقولوا لا راه حكاره تيبدل الصوت، كنت نمسح الكومونتيرات ديالهم حيت انا اللي تعرف راه تعرف صافي. فاول مره غادي نثبتوا بان هادو كاملين ماشي صواتهم الحقيقيه وما صوات مستعره. فغنتواصلوا معاهم ثلاثه بهم اللي عاودوا لنا القصص، ولكن نطلب منكم واحد الطلب، انتم اللي تتفرجوا تدخلوا الفيديوهات عاد غادي نقول لكم شنو غديروا. فغادي ندوزوا نستقبلوا القصص بثلاثه باش تسمعوا صوتهم وما بدل. قبل ما نستقبل الاتصالات ديالهم، اي واحد يتفرج في هذا اللايف صلي يفرحك والله يساعدك والله يفتح لك بيبان الخير والله ينور لك طريقك والله يعطيك كل ما تمنيتيه في خاطرك. سير الله يجعل الله يرزقك شي فرحه تنسي كاع الهموم اللي دازوا في حوياتك، قول امين. فعلى بركه الله تسمحوا لي غنعيطوا القصص كاملين اللي غيدوزوا معايا، نستقبلوا القصه ديال عفاك لي زادمين عطيوني بالاسماء المستعاره باش طلعوا عفاك. اوكي نشوفوا نعيطوا اكادير، فين هو اكادير تتسالي النمره ديالو بهذا الرقم، نعيطوا لهم ابل عادي على ما اظن باش ندوزوهم بثلاثة غادي يهضروا معنا في الدقة واحدة. فينا هما؟ فوالا نعيطوا السيد ديال اكادير. يلا الاخوان كلشي دير بارطاجي وقليب، كلشي بارطاجي وقليب يلا. نتمنى من السيد ديال اكادير يشوف في الواتساب يشوف في الابل. السلام عليكم. خويا صافا لاباس عليك؟ يا خويا بخير. هاني كلشي مزيان؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد اخويا. فيمو القصة ديالك صراحة شانة. قلت لك بادر اللي معاك. عارف معايا في اللايف مباشرة. الله يحفظك اخويا بادر، الله يحفظك. شنو الاسم باش طلعتي معايا ديك المرة؟ شنو الاسم اللي باش طلعتي معايا ديك المرة؟ كريم. القصة ديال الجنية اللي خرجت في طريق اكادير ياك؟ ايوه صح. انا ما نكذبش عليك، ديك القصة تنتفرج فيها وتنعاود، وبزاف ديال الناس توصلونا حتى في لي ميساج ما كرهوش انك تعاود تطلع معنا. راه والله ما نكذب عليك، دابا انا غادي نقولها مباشرة، قسما بالله نهار عاودت لك هذاك الشيء، قسما بالله والحياة ديالي تقلبت رأسا على عقب يعني صراحة. كل مشاكل كل ما نكذبش عليك والله العظيم، لما مصيبة المصيبة كيش يقولوا. وانا زعما الا كان بامكان ديالك انك تطلع معنا شي نهار تنتمنى. ان شاء الله خويا بدر، ماشي مشكله ان شاء الله. واخا بزاف ديال الناس جاوا على القصص اللي كانوا دازوا، قالوا بان يمكن واحد اللي تيبدا يعاود لنا كامل تيتواصل معنا وتيبغي يعاود لنا كل مره في دقه، ممكن ندخل واحد الابيل معنا ندخلهم معنا حتى هما. خليك معايا في الابيل وما تقطعش، خليك معايا في الابيل. شكرا. واخا نشوفوا القصه، عين اسمحوا لي نعيطوا لمن. هي هادي حنا نعيطو لهم كاملين. يلا الاخوان كلشي دير بارطاجي كلشي، دابا هذا غير مجرد باش الناس يرتاح خاطرهم بان البرنامج تيبدل، هذا ماشي شخص واحد اللي تيعيط لنا، هادو راه كاملين ماشي شخص واحد. نتمنى من السيد ديال اللي خرجت ليه الجنيه في الحمام انه يجاوبنا. السيد اللي خرجت ليه الجنيه في الحمام نتمنى تشوف واتساب عفوا ابل عاديه. نتمنى اللي خرجت ليه الجنيه في الحمام يشوف ابل. الو السلام عليكم. السلام عليكم.
خويا ما تسمعكش لي تسمعني، الا تسمعني قطع ونعاود نصوني عليك. الو السلام عليكم. واخا نعيطو للسيد ديال، نعيطو السيد اللي خرج اللي ديال الكنوز حتى هو. الو السلام عليكم. السلام عليكم خويا صافا لاباس عليك؟ خير اخويا بدر مزيان الله يحفظك الله يكبر بك. الله يبارك فيك. مازال راه حنا في اللايف دابا مباشره، ولكن راه معنا واحد الاتصال ديال القصه ديال كريم. حتى هو كريم تسمعنا حتى انت ياك؟ نعم كنسمعك. تسمعوني؟ بزاف ديال الناس قالوا بان راه مجرد هذا اللي عاود راه قصه واحده، وواحد الشخص اللي تيتواصل معنا و كل مره تيجي تعاود لنا قصه، ولكن غير باش تعيط. انا ولا اشكون باش يمكن نجاوب انا ولا تجاوب الشخص اللي الجواب اللي غنجاوب؟ يعني كنشوف انا بزاف ديال الناس كتجي باش انك تنصحو وتعطيه يعني معلومات باش ما يطيحش في الغلط اللي درنا حنايا. قلت يصحاب لي حنا راه باغيين نديرو البوز ولا نديرو الفلوس. انا ما محتاج لا بوز لا فلوس لا حتى شي حاجه، محتاج حاجه وحده هي انك ما تضيعش كيما ضعنا. برافو. هذا هو الميساج اللي نبغي نوصل لكاع الدراري كاملين اللي كيتفرجوا. تسمحوا لي نعيط غير للسيد حتى هو اللي ديال الحمام الا كان ممكن تخليو نعيطوا ليه حتى هو. تسمحوا لي نتمنى اللي تبارك شويه تبلوكاش لايف كلشي يبارك على قليب. السيد ديال تتسالي النمره ديالو بهادي، نتمنى انه يجاوب. ها هما دابا ثلاثه، هما شو الصوت كيبدل تيبان بحال ديال تيجيو بحال صوت واحد. انا تنتمد انني ندير هذه القضيه باش ما تعرفوش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خويا صافا لاباس عليك؟ الله يحفظك. شنو الاسم باش عييت باش المستعار اللي عطيتيني ديجا؟ محمد الاسم ديالي، ما كاين لا مستعار لا ولا محمد. بزاف الناس قالوا بان القصه واحد اللي قالها. شوف راه تيسمعنا كريم وكذلك تيسمعنا السيد الاخر شنو اسمه؟ محمد. واخ محمد. نعم اخويا محمد وكريم وشنو سميت الثالث اللي باش طلعتي معايا اسمه السعر؟ محمد. لا محمد وكاين كريم وشكون اخر؟ الو وي محمد راني طلعت بسميات محمد. لا عرفت راه دابا حنا بينا ثلاثه تسمعوك، راه ثلاثه بينا راه حنا بينا ثلاثه. واخا ماشي مشكل. السيد اللي من الاطلس جوك خوياك شنو خويا اسمي باش طلعتي معايا؟ طلعت بسميات محمد. انت بمحمد؟ طلعت بسميات محمد. وحتى ديال الحمام جوك هو محمد ياك؟ الحمام هو محمد. محمد دابا راكم ثلاثه معايا في لابيل ياك؟ اي مجرد الناس داو قالوا بان راه هذا شخص واحد. لا حول ولا قوه الا بالله. انا تصمت البارح وشفت عليه ما عجبنيش الحال والله العظيم. حتى نجاوب عباد الله كنقول لهم صوت واحد. انا راه الصوت مبدل، انا غير خلي الصوت ديالي عادي في بدر ما تبدلو ما والو. لا من الاحسن يتبدل، حيت كاينين ثلاثه معنا دابا هما بثلاثه. هانتوما شي مستوى يعني اخويا. نعم اخويا. اخويا بابا دابا هما علاش تيقولوا لك راه نفس القصه؟ حيت الصوت كيبدل يعني الصخوف اللي كيعطي الجن راه ما كيعطيش لكل واحد الصخوف. لا دابا حيت انا حفظت في البرنامج فاش بدلت الصوت يجي بحال راه شخص واحد اللي تيعاود. حنا تنتاردو واش ممكن بين الصوت واحد الدقيقه ديال كل واحد فيكم ندير الصوت الحقيقي واحد يقول زيد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن؟ ماشي صافي الصوت الحقيقي ديالهم. خويا كريم تسمعني ياك؟ ايوه هذا الصوت ديال كريم. محمد من الاطلس تسمعني؟ وي خويا كنسمع. مرحبا خويا. وكاين محمد ديال الحمام. مرحبا كنسمعك اخويا بدر. كنسمع كلشي.
الله يحفظكم. المهم دابا انا خدام وانا معكم بيا. بعدا تشكركم بزاف بعدا والله شكرا لكم بزاف. والله انا والله الى البارح كنحسو هادشي بدر والى البارح كنحلي فيك الزبالي باش نفوت لك ميساج ونقول لك نطلع في اللايف ولا غير كيخاف المدانه وغير ناكد للناس لان غير هضرت ليا ناكد للناس لان ماشي شخص واحد كل واحد عنده قصه ديالو. انا بدل رجع السؤال شكرا لكم بعدا بزاف والله شرف لي انكم تسمعوا معايا وشكرا لكم لانكم وضحتوا الناس لان كاين بزاف ديال الناس راكم عارفين اللي تيبغي يدير راسو فاهم زعما راني مطور تيقول لك حكا راه شخص واحد اللي تيعيط لينا تشكركم. انا كنبغي ناكد الناس اللي راه ماشي نفس القصه وماشي نفس الصوت فهمتيني. غير حتى الصوت يعني واقيلا يمكن كيتشابه ولكن راه واحد لا فاش ندير البرنامج دابا اللي تيخلي الناس تيسحبهم راه غير شخص اللي تيعاود هي فاش نبدل الصوت بحال هكا انتوما دابا صوتكم الحقيقي غيبان دابا لا درتي راه تسمع صوتك الحقيقي فهمتي. كاس دابا راه صوت مستعار ديالكم. بعدا تنشكركم بثلاثة شكرا لكم وشكرا لأنكم طلعتوا معايا وخويا كريم تنتمنى شي نهار طلع معانا لا انت لا خويا محمد لا صافي شكرا لكم. وي خويا ني 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 انا حاول انا خوتي ما يمكنش غادي شوف راك عارف المغرب هذا ما عندنا ما نديرو بعدا خويا الحمد لله الا الله داكشي اللي الله اعلم قد شي حاجه زوينه زعما قد شي لا ما كنتو وقول يا ربي لا تجيني قرنين شكرا لكم بزاف اخويا كريم وخويا محمد شكرا لكم بزاف دائما متابعين ديالنا وحنا كنشوفوا ديما راني كنشوفوا ديما ممنوع نهضر في التليفون وراني كنهضر في التليفون والله يعني ممنوع عليا نهضر في التليفون. شكرا لكم والله شكرا لكم والله يا ودي شكرا لكم ف باش تفهموا دابا هذه دليل زوين باش يرتاح قلب الناس اللي تيبغيو يعاودوا القصص اللي تيبغي يعاود القصص راه كاع الناس اللي تيطلعوا معايا راه صوتهم تيكون بدل بحال هادو لدرجه ان كاينين بزاف ديال الناس يسحبوا مرة غير واحد اللي تيهضر. انا درت هذا البرنامج باش نفضحوا عباد الله انما درنا باش الناس تخوي قلبها. انا ما بغيتش تكون غادي الناس في الطريق وبقى يقولوا مرة هذاك هو اللي عاود القصه ديالو عند بدر الهلالي ولا فهذه حاجه زوينه فرحت بزاف لان بزاف ديال الناس يسحبوا مرة غير شخص واحد. فنتمنى كلشي يدخل عند الناس هادو راه في هذا الفيديو اللي كان قبل اللي تيبداو يقولوا راه حق صوت واحد. المهم انا اليوم في اللايف مباشره واول مره غنوضح واخر مره غادي نوضح. خلاص الناس ديال اللايف عارفين هذه القضيه عارفين اللي تيتبع اللايف هذاك مجرد اللي تيشوفوا الفيديوهات تيقولوا راه يمكن صوت واحد هذاك ولا شخص واحد. فغادي نكملوا القصه ديال محمد وقبل ما نكملوا قصه ديال محمد نتمنى كلشي يبارك على جيم وبارطاجي اي واحد يتفرج. غادي نكملوا القصه ديال الجنيه لي نشوفوا فينا هو القصة ديال السيد اللي مشى يجبد الكنز وموراها ولا تيسحر. يلا على بركة الله كلشي يبارك على بارطاجي. خويا محمد ياك محمد وي خويا وي محمد صافا لاباس عليك الحمد لله الله يحفظك في الوطن كل شيء اليوم كامل نهار كامل والناس كاملين تنتظروا الابيل ديالك وحيلي كل شيء متشوق كل شيء متشوق عاد نكمل القصه ديالك يا خويا بدر بالنسبه يعني الناس اللي تيقولوا لك حنا راه تنكذبوا هذه راه يعني الا جيتي حنا تنعطيو القصه ما تنعطيوش لي ديطاي كامل يعني تنعطيوها شويه من بزاف غير بنادم باش يوعى يستافد. لا ما حنا راه ما مستافدين حتى شي حاجه. شنو مستافدين حنا حتى حاجه
يعني حتى شي حاجه ما مستفدين من هذا الشيء. بنادم باش ما يطيحش في نفس الغلط وصافي، هذا الشيء اللي كاين. باش زعما نشهروا، علاش غنشهروا؟ انا كون بغيت الفلوس راه لا. وما كانوا تيظنوا بان اللي تعاود القصه بانك انت بحال تتعيط وتتفلى علينا وتتقول لنا كل مره قصه وقصه وفهمتي. ولكن انا كنت عارفكم من الاول، انا كشخص كنت عارفكم من الاول بان راه سميتو كل واحد راه تيهضر بوحده. ولكن كاينين نعم نعم اخويا وي واحد الحاجه بالنسبه ابار الصوت، يعني يقولوا هما الصوت كيتشابه، يقولوا لك نفس القصه يعني بدلناها شويه. بالنسبه للناس اللي داخلين السحر كاملين عارفين بان في السحر كيتعطى شروط انك تدي المصحف وتقسمو على جوج، الزينه تكون ما كدوش ما كتغتسلش كاع نهائيا. هادو هما الشروط كاملين، حرام ماشي كل واحد كيعطيو الشرط ديالو. يعني خصك عرفت القضية دي وعرفوها الناس كاملين. يعني بالنسبة يعني الشروط اللي خاصهم يقسموا ضروري القرآن على جوج و... إلا ما قسمش القرآن راه ما كاين لا سحر لا والو. خلي عليا اللي تيقول لك أنا تنخدم الجن المسلم، هذا كذب عليك الكاتب. إلا قال لك شي واحد أنا تنخدم الجن المسلم وأبار ما يدير يعني داك الشيء دوك الشروط كاملين، ما كاينش تخدم الجن المسلم. راه الجن إلا ما ملككش راه ما تملكوش. انا صفت لي واحد التصاور دابا، صفت لي واحد التصاور ديال العافيه شاعله هنايا، ها هما دو صفت لي شي حاجه شاعله بحال وي خويا. ما فهمتش. المهم داك الشيء وقع ديك الليله نشم. المهم دكتور راني شرحت لك وي، راني صيفط لك لي اوديو كامل راه عندك راك سمع شي يعني في الصباح تلقى يعني حوايج اخرين وقعوا لك كاين ماشي مشكل، ضروري ما خصك تصبر. واخا خويا محمد نكملوا القصه اللي خليتي لنا، لان المغرب كامل اليوم تيتسنى تيتسناوك تكمل لهم القصه، لان كلشي متشوق نهار كامل وحنا تيتوصلونا الميساجات فوقاش غادي نكملوا فوقاش غادي فوقاش غادي نكملوا. يعني غنكمل حتى يعني واحد الحاجه وصلتها موراها ما نقدرش نكمل يعني حوايج الاخرين. يعني كنقول نقول شي حاجه اللي ما تكونش ضرر ليا، وما نقولش شي حوايج اللي غيكونوا ضرر ليا عاود انا، حيت داك الشيء راك عارف. المهم الا جيت نقول لك انا تعذبت وكان تعذب غيقولوا لك لا حيت قالها الاخر، يعني هذا الشيء صيفطوا لك قبل ما يدوي الاخر باكادير ياك. قلت لك شنو وقع ديك الليله في الصباح صيفطت لك قلت لك ما نعرف نهار طلعت ولا ما طلعش، حيت شنو وقع لي شنو وقع لي شنو وقع لي. يعني بنادم هادشي اللي كاين اخويا بدر. واخا وقلتي تعطيني شي دليل في اللايف مباشره ممكن. شوف يعني نقول لك واحد الحاجه عاود حتى هي تزيدها معلومه باش ما يقول لك شي واحد انا راه نطلع جيني يدوي من فمي وتقول له اعطيني شي حاجه مثلا في البلاطو ديالك ويبين لك ما تيحرك شي حاجه ولا هادي الا 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 تخدا الاسم ديال الام والدار تلصم ولا بتصويره ولا بشي حاجه بحال ماك. يعني الجين راه ماشي اجي ويجي ويحرك لك شي حاجه هكا باش يبين لك راه كاين الجين. الا قلتي انت غير الدعاء ما غاديش يجي عندك الجين باش يحرك شي حاجه قدامك. الا كنتي محصر راه ما غاديش. هادشي راه يعني باين تقول غير بسم الله راه ما يقدرش الجين انه يجي. هادشي راه كاين في احاديث راه ماشي انا اللي تنقولو، يعني هادشي راه باين الجين راه ما يوصلش عندك. يعني باش دوي تسول على شي حوايج مرحبا، تسول على السين، تسول على بزاف د الحوايج يعني نجاوبك. اوكي بغيتي هو يجاوبك هو ما عنديش المشكل. المهم حنا غنبداو القصه ديالنا وان شاء الله تسول على انا راه بغيت نسول دوك جوج اللي طلعتي قبيلاش حيت هما يعني كانوا تا هما نفس القصه ياك. تا هما نفس القصه. بغيت نهضر ولكن ما بغيتش عاود يعني نحرش شي واحد، اما نسولهم شي اسئله على الجن. يعني ما فين غيبان واش خدام فري داك الشيء ولا كان غير يعني غير تيهضر. واخ نكملوا القصه ديالك، نتمنى قبل ما يبدا باش ما يتبلوكاش اللايف ويخرجكم كلشي بركب لا جيم كلشي دير بارطاجي كلشي طاقي شي واحد من عائلته ومن صحابه اللي تيبقاو سهرانين باش نكملوا القصه. خويا محمد تفضل كملنا فين كملنا القصه ديالك اخويا محمد. خويا بدر المهم وصلنا يعني المورا ما رجعت بغيت نتوب ونمشي الطريق يعني ونتقرب من الله وهادي وقعوا لي ديك المشاكل كاملين عاودت لك يعني في الله الاول.
وقعوا لي رجعت للخدمه ديالي حيت ما عندك فين غتمشي. انا راجع وتنبحث يعني تنقلب تنشوف طرق باش انني نفك راسي ونبعد من هذا الشيء كامل كاع. وليت نقول ما خصنيش كاع غير نبعد من هذا الشيء، ما بقيتش باغي والو. وتنقلب على طرق ويعني تندوي مع الناس اللي عارفين في هذا الشيء ديال السحر وهذا الشيء كامل، كيفاش غندير باش نخرج من هذا الشيء، كيفاش. المهم تنعاود لهم القصه ديالي كامله، كل واحد شنو تيقول كذا تيقول لك دير الرقيه ان فوا كتمشي عنده غير باش دوي معاه. راه كدوز من الصراط بالليل، علاش تمشي كاع باش تسول ولا باش دير الرقيه ولا تسول على شي راقي كاع؟ ما يعني تيعطيوك العصا مباشره كتاكل العصا تاكلها في صحتك. المهم بقيت على ديك الحاله خويا بدر، كنقول غنمشي عند هذا بالليل، ها هما عندك جايين، تنقول غنتزوج. ما كاينش اللي غيخليك تزوج، ما كيبغيوكش انك تزوج، ما كيبغيوكش انك دير كاع شي حاجه اللي زوينه، يعني شي حاجه اللي تكون في الدين ما غاتكونش. الا بغيتي تزوج كيعطيوك شروط، انه الا تزاد عندك ولد كما قلت لك ولا بنت غيملكوه هما، تعطيه لهم كادو يملكوه، يعني هو اللي غيولي الوريث الشرعي ديالك، هو اللي غياخذ داك تويو قيدر السحر. الا بغا يشدوك الفلوس اللي غتخلي ديال السحر اللي جمعتي من السحر، حيت الفلوس اللي كيعطيوك هما يعني اللي كتجمع منها شي السحر، واخا كتصرف منهم ولكن شحال قدك تصرف؟ وانت كتضرب في اليومين 2 مليون 3 مليون، راه كاين اللي كيجي عندك كيحط لك 3 مليون فوق الطابله تيقول لك دير لي، من محاميين، من بلا ما نذكر السميات ديال الناس، يعني شخصيات في الدوله تيديروا السحر، ما تنعرفهم تيديروا السحر. كاين اللي تيجي عندك تيقول لك وري لي بلاصه، هاد البلاصه هادي تيصورها لك في التليفون تيقول لك وري لي هاد البلاصه واش فيها الذهب ولا فيها المعدن ولا شنو فيها، كيلوح لك 1000 درهم انت ما كتخسر عليها حتى دقيقه، كتقول لها شنو كاين فيها الذهب، راه فيها الذهب، فيها نقره، فيها نقره، يعني كيعطوك هما داك الشيء كامل. فهمتي؟ يعني الفلوس عيش كل الفلوس، ولكن باش دير شي حوايج بدوك الفلوس ما كيعطيوكش دير دوك الحوايج. يعني ديما كيبقاو مخبينا كيبقاو يعني في الكونت ولا في دارك، يعني هما اللي كيتحكموا لك في دوك الفلوس. بغيت دير اي حاجه هما اللي بغيتي دير اي حاجه خصك تاخذ الاذن منهم، يعني هادشي راه كاملين السحاره راه عارفينه، يعني اللي ماشي سحار غيقول لك ما يمكنش ان الفلوس تشدهم، راه ما تقدرش، كتكون فيك واحد بحال قلتي اللي كيقول لك هذاك راه زقرام هكاك، يعني كتكون فيك واحد الحاجه لداخل ديالك ما كتقدرش انك تخسر الفلوس هكاك، فهمتي؟ يعني هما خصهم يعطيوك الاذن عاد تخسرهم. المهم اخويا بدر بقينا على ديك الحال، المهم اللي جا عندك كتخدم له ضروري ما تخدم، يعني بحال البلية بحال شي واحد تيكمي خصو يكمي في الصباح يفيق، اذا جاتو الحكومه خصو يخدم ضروري خصك تخدم. يعني يجي عندك شي واحد راه كتعرف غير قبل ما يوصل عندك راه كتعرف السميه ديالو ولا الجا، يعني كتبدا له يعني الجين تيسبق لك بسميتو بالسميه ديالو وعلاش جا واشنو، انت كتكمل امر راسك، يعني شي حوايج راه كتقول لهم صحاح السميه وعلاش جا الخدمه علاش جا، ولكن داك الشيء الاخر كتكمله من راسك. يعني الجن كيجيب دوك المعلومات من السنطاق القارين، الا كان القارين الاخر كافر ولكن راه واخا يكون القارين ديالو مسلم يعني غيفكر يمشي عند ساحر، راه كيتسمى حتى هو راه ساحر، يعني راه كفر، كيولي القارين ديالو يعني سهل باش انك تدخل الجن ديالك. كيجي عندك كتقول له شنو كيقول واو هذا راه عرف كل شيء، هذا كتعرفوا غير بهذه الطريقه هذه ديال القارين، يعني قبل ما يجي عندك كتعرف تيقول واو راه هذا عارف كل شيء هذه، وكتوهموا بشي ايات يعطيو لك هما ايات كتقراهم باش توهم بهم عباد الله باش يقولوا هذا راه ماشي مشعويد، فهمتي؟ تيعطيوك هما ايات يعني كتقراهم قبل، كتصلي جوج ركعات ما كتصليهمش لله، كتصليهم لذاك يعني اللي قلتي لي ولا قارد ولا شي حاجه ولا المهم والكلب يعني تيدير شي حوايج قدامك بلا ما يعني نقولهم في الاخر في اللايف. فهمتك. اها واصبر واحد دقيقه اخويا بدر، جيم وبارطاجي كلشي، جيم بارطاجي باش ما يوقفش، كل واحد يكتب لنا المدينه ديالو كذلك نشوفوا شكون احسن مدينه تتبع هذا البرنامج هذا. جيم وبارطاج يا خويا بدر. اها كملنا خويا. خويا بدر يعني هما ها اسمح لي
اخويا بدر يعني كتصلي دوك جوج ركعات كتصليهم يعني الشيطان ماشي الشيطان كتصليهم على الخدام. انا هادشي اجي لك القصه باش عرفت بان داكشي يعني بحث واش بان داكشي راه كله غير جين شيطان. اما الشيطان والدريه ديال الشيطان ما يعني متكبرين بزاف باش يجيو الانس ويتينيو مع عقود ويخدموا معاك وهادي كيصيفطوها الخدام. الخدام السفلي السفليين راه كاين اللي عارف السفليين والعلويين. المهم عارف الجين انواع يعني طبقات. ملي كتصلي جوج ركعات ديك الساعات كتبدا الخدمه ديالك يعني كيكون الجين حاضر تخدم اي حاجه جا على قبلها كيتقضى ليه الغرض. اي حاجه جا على قبلها كيتقضى ليه الغرض القبول التفريق اي حاجه كتخدمها مورا ما كتسالي معاه راك عارف صافي كتشد كيعطيك دير معاه الثمن يعني قبل ما تبدا الخدمه كدير معاه الثمن كيعطيك الثمن اللي طلبتي منه كيعطيه لك. علاش؟ حيت انت اصلا كيكون عندك قبول ديالك تيوريك الجين واحد القبول كديرو يجي عندك طلب منه صحته ما غايقول لكش لا يعني ما غايقدرش يقول لك لا ديك لا ما غايقولهاش نهائيا وخا 20000 درهم فديك اللحظه غادي يمشي غادي يجيبها لك. هادشي اللي فوق الناس كاملين يعني يجي عندك راه يعني كما كيقولوا السماوي راه ما كاين لا سماوي لا والو يعني الجين صافي الجين كتصيفطو يكون قبول كيدخل بنادم اي حاجه اي حاجه طلبتيها منه ما يقول لكش لا يعني الجن كيتحكم فيه. بقينا على هذا الحال على هذا الحال هادي كنخدم عيالات الرجال الدراري اكثر هي الشباب بزاف معنا باقي جون نساء انا ماشي رفع عمري دابا 26 عام 26 سنه وانا فصيرة انا كينبني الضمير ديالي يعني جون انني نمشي وندير بزاف د الحوايج ومشي جدر تقول حوايج مشيت انا في طريق واحده اخرى. وشحال من عام انت في هذا الشيء؟ 18 عام اخويا بدر. كاينين الناس يعرفوني انا البلاصه فين ساكن دابا حاليا الناس دا كاملين نعطيك يعني النوامر ديالهم صوني عليهم واحد بواحد ازيد من 200 واحد تقول لهم واحد السيد تيحفر عندكم تما يقول لك فلان يعني معروف انا معروف تنحفر من صغري يعني انا هذا الشيء ديال الحفير الكنوز والجين هذا الشيء من صغري من 18 عام وانا غادي في هذا الطريق ماشي ديال السحر ديال الحفير 19 20 ماشي ديال السحر 20 سنة بديت فيه 20 سنة صافي كنت عارف شنو كندير دخلت في هذا العالم هذا وليت باغي نشد انا الجين تيصحاب لي في الاول راه غنشد الجين وغنخدم به وغنوصل به بزاف د الحوايج منهم انا الحوايج يعني مورا ما وقع لي داك المشكل ديال الجنية نمشي ونجيب داك يعني مورا وليت نفكر افكار عندي تيجيو يعني نخدم هذا الجين هذا في الحفير نخدمو في هادشي ولكن في الاخر كتلقى داك الشيء كامل الجين راه ما عمرو ما غيبغيك تولي لاباس عليك من الذهب ولا من شي حاجه بحال ما كان لا خصك دير لاباس ديرو من الشرك باش حتى شي حاجه ما غتبقى لك الحرام غيمشي في الحرام يعني هما الغرض ديالهم انهم الفتنه ما بين الناس الفتنه ما بين المسلمين هذا هو الغرض ديالهم. اما باش تمشي وتهز كنز بالجين ولا يقول لك شي واحد يعني خدمنا هادشي انا نجي لك عاود الخدمه ديال الكنز حتى هو الا خدمتيه بالجين شنو كيوقع شحال من بن بدينا يعني في الدراري الصغار الله يسمح لنا ما قتلناش ولكن راه الله يسمحنا ماشي قتلنا بيدينا. المهم انا جاي لك الهضره شي حوايج ما عرفهم حتى شي واحد انا نقول لك شي اسرار نقول لك اخويا بدر الا صبحنا حيين الحمد لله ما صبحناش حيين المهم نكونوا حيدنا واحد التقليد على ظهرنا بنادم يستافد منه. مرحبا كاين اخويا بدر الحوايج اللي غندوي فيهم دابا هي الحوايج ديال الكنوز هادو اللي كيتبعوا الكنوز وتيقول لك انا راه صيفط لي فلان هادي وهادي راه قال لي راه كاين هنا الذهب راه كاين هنا صندوق راه كاين هادي راه كاين هادي ايه راه يقدر يعطيك البلاصه الجن يقدر يعطيك البلاصه هي هذيك يقدر يعطيك البلاصه غلطه الا كان شي مثلا انت مشرك يعني راه ما يقدروش يكذبوا عليك انت ولكن واحد اخر راه غيكذبوا عليك اللي كيجيب الماكينه وتيقلب وكتعطيه كتصوني هنا وتصوني هنا وتصوني هنا يعني ما كتعطيهش البلاصه ما كتحدد ليهش البلاصه يعني غير الجين تيدير له دوك تنو ملي كتجي انت بالطربيع تيقول لك هي انا تيقول لك راه دار الطربيع راه ما دارش الطربيع هذيك خدم الجين الاستعانه بالجين حرام يعني راه حاجه باينه واضحه. كاينه اللي كتلقاها في الباب بنادم باني محال وعنده دفينه في الباب يعني كتلقى عنده صندوق في الباب باش تجي تحفرو راه كدير يعني حوايج شنقول لك اخويا بابا يعني تدير شي حوايج باش انك تمشي تحفر ديك البلاصه شنو كنديرو حنا ملي تيجي عندك مثلا شي واحد تيقول لك اشنو كتاخد منه 5000 درهم ديال الخدمه ديالك البخور وداكشي اللي
المقابل يعني تبيعها تيطلب لك هو هاد الحوايج تدير تنويم يعني مثلا كانت نعطيك مثال كانت في شي بلاصه هكا مثلا في شي دوار فيها اكثر من 400 واحد يعني ساكن فيه 400 واحد ساكن في داك الدوار كتجي الطريق منين بادي داك الدوار والطريق فين سالا داك الدوار كدير فيه البخور في الاول وتدير فيه البخور في التالي وتدير تنوين كانت ماشي وحده حامله خويا بدر ما كتولدش كيفاش كيموت هذا بنادم يطيح منها بنادم تيطيح ما فهمتش فاش ديروا البخور من كنديروا التنويم من يعني من الدخله ديال الدوار والخرجه ديال الدوار الطريق اللي الدوار دوار ولا تكون فيه واحد الطريق اللي كتدي طوموبيلات وعباد الله ديك الطريق كان بلوكوها كتبلوكا بالجين ما كاينش اللي غيدوز من تما جيل تما شي واحد يوصل كتكون مثلا حاطو فوق شي حجره هكا ولا شي شجره معلق في شي شجره البخور هذا البخور تيكون يعني الجين كتخدم به الجين في التنويم راه ما غيدوزش من تما نهائي يعني وصل تما يقلب الطريق والدوار ملي كتخليه كل شيء كاين ما كاينش اللي غيفيق واخا تجي تحفر البنادم في كوزينه راه ما غاديش يفيق ما غاديش كدير تنويم راه كتستعانه بالجين هادشي طام صافي كل شيء كيتسد كل شيء الشيء الكلاب عزك الله كدوز على كلبك او فمو ما كاين البح ما حتى شي حاجه كتمشي باش انك تحفر يعني شحال من دوار خدمنا في هذه الخدمه هذه خدمتها انا يا بيديا خدمتها للناس يعني مشينا حفرنا جبدنا في النقره تاع عينا بهذه الطريقه هذه اخويا بدر وكتجلس واحد اليومين كتسمع بان راه يعني كانت ماشي واحد حامله وطاح منها بنادم يعني ما كملش ديك 9 شهور كيكون مثلا في 5 شهور 6 شهور 7 شهور ما كيتزادش داك الولد وقال لك شي واحد هذا الشيء كذو يجي يتقابل معايا وما عنديش المشكل ولا يسول اي واحد هذا الشيء راه معروف يعني هذا الشيء راه بالنسبه لهذو اللي كيتبعوا الشيء ديال الكنوز راه معروف هذا الشيء راه حاجه باينه واضحه يعني ما كاينش ما فيهاش النقاش يعني هادو هما الطرق اللي كيديروا هادو اللي تيحفروا في الكنوز وكاينين البلايص اخويا بدر اللي طلبوا لي انايا يعني الدم المغدور انا طلبوا لي الدم المغدور نقول لك هاد البلايص هادو واخا نذكر السميات ديالهم طلبوا لي الدم المغدور في ازرو طلبوه لي في خنيفره طلبوه لي في الخرجه ديال الرباط طلبوه لي في وزان اربعه د البلايص باقي عاقل عليهم فيهم صندوق ازيد من 50 كيلو وهاد البلايص فيهم صنادق وطلبوا لي فيهم الدم المغدور هادشي انا تنخدم بالجين يعني خصهم يعطيوني انا داك الصندوق نديه وانا خدام معاهم خدام بهم وخدامين بيا هما اللي خدامين بيا ماشي انا اللي خدام بهم تندير الشروط اللي قالوا لي كفرت درت بزاف د الحوايج علاش ما يجيش الجن ويعطيني انا داك الصندوق ما يقدرش الا ما درتيش الشروط شنو هما الشروط تيطلب لك الدم المغدور طلب لي واحد من صحابي مشينا بينا السابع طلبوا انه يموت تما السابع النهار اللي غنمشيو تما ما مشاش وطلبوا لي انا داك السابع هو اللي غيجي فيه زهري ولكن ماشي شي درجه اللي كبيره طلبوا لي الدم المغدور في داك الصندوق في ازرو طلبوا لي في الرباط وزان طلبوا لي هاد الشيء دابا اللي قلت لك الدم المغدور يعني الدم المغدور كيفاش هاد القضيه ديال الدم المغدور المغدور هو غيجي ما غيكون في اخباره حتى شي حاجه ما غيكون في اخباره والو غنمشيو على اساس اننا نحفروا غيجي هو غيتحنى يبغي يحفر غندبحوه تما حنايا هذا هو الدم المغدور يعني غضبتيه هذاك هو الدم المغدور تيشربوا الجين كيتقوى من داك الدم المغدور داك الدم المغدور كيتقوى منه وهو الغرض ديالو ماشي يتقوى الغرض ديالو انك تكفر تزيد تكفر هذا ما كان انك تكفر غيعطيك داك الصندوق غتاخذه ولكن انت ما غتصرفش فيه حتى الاخرين اللي غيديوه معايا راه ما يتصرفوش فيه حيت غيوليو حتى هما يعني غيتسكنوا غيولي فيهم كل واحد يولي فيه خادم من الخدام ديال الجين ما غيتصرفش في داك الصندوق هذاك الصندوق غنديوه مثلا غنديوه كما غنتصرفوش فيه نهائيا تيطلبوا لك هاد الحوايج هادو يعني الناس اللي تيحفروا في هاد الشيء ديال الكنوز الاستعانه بالجين يعني تيحضروا الجين وتيخدموا بالجين هما راه عارفين هاد الشيء كامل هاد الشيء كامل عارفينه وكاين اللي تيقول لك انا بغيت نوضح اليوم كل شيء يعني باش بنادم ما يقول لكش حنا تنكفوا ولا شي حاجه نوضحوا كل شيء كاين اللي شي يقول لك انا تخدم بالجين المسلم راه ما كاينش جين مسلم تخدم به نتايا راه هادي راه ما كايناش ونهائيا ودا اي واحد يقول لك شي واحد انا عندي جين مسلم راه تيجيب لي في الفلوس وتيجيب لي فادي الجين ما كيهزش الجين ما كيهزش هادشي راه تيطلع لك الدم اللي كتسمعوا انت بعض المرات بنادم كيولي بغى يخدم الجين باش انه يجيب له الفلوس والجين ما كيهزش نهائيا الجين الا قال لك شي واحد تيهز كذب عليك يهز بيديك انت ايه اما باش يهز بيديه هو الحاجه ديال الانسان راه ما كيهزاش
يسرق لك فلوس ويجيبهم الابناك ولا داكشي كله تخربيق نهائيا، ما يجيبهالك ما يجيبلك شي حاجه. الجين الا كانوا عندك الفلوس في الدار وكنتي انت مسكون غيهز بيديك انت، ما غتحسش براسك، غيطلع في الجسد ديالك وغيهزهم بيديك وغيخبيهم، غادي غيديرها بيديك. ولكن باش يهز بيديه هو راه ما كيهزش الجين، وهذا الشيء راه يعني بالدليل بكل شيء، اللي بغى يبحث راه غادي يبحث وغادي يشوف. يعني باش يقول لك شي واحد انا نخدم الجين، راه ان فوا دخل في داك العالم راه ما غاتوليش انت تخدم الجين على الفلوس، راه غايجيبوا لك الفلوس ولكن بالشرك. اما تجيبهم هكا كيجيبهم لك ويحط لك فلوس هكا فوق طابلو ويقول لك هاك عيش، هذيك راه ما كايناش، الجن ما كيعطيش الفلوس هكا. اي باش يكونوا الناس واضحين، كل كلشي واضح باش يكون كلشي فاهم، يعني الحياه كي غاده. يعني الجن راه ما غاديش شي حاجه ويعطيها، كون كيهز شي حاجه ويعطيها لك انا راه نولي مليونير. 150 جن وما سهلاش، وكاينين المسلمين وكاينين اليهود. انا ماشي تنقول زعما كلهم، كاين المسلمين وكاينين اليهود، ولكن المسلمين راه ما كيديوك الا في الطريق الزوينه. الطريق الزوينه انك تصلي الفجر، تيجي الاذان ديال الفجر هكا في ودنيك كتسمعو من الجن المسلم، تيخرج عندك بالليل تيقول لك يعني بعد على الشرك، هذا الشيء راه ما منوش، يعني هذا الشيء في الحلم، تيخرج تيقدر يخرج باش يخرج عندك مباشره ويقول لك شنو الجن المسلم، ما غاديش يخرج عندك. كاين اللي كيخرج عنده هكا مباشره ولكن قليل، يعني اللي كان الايمان ديالو يعني قوي كيخرج عنده كيقول له شنو 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 شنو، يعني باش يخرج عندك في المنام غير تيقول لك تصلي ما تقراش القران على الجنب، يعني هاد الحوايج اللي تنقول لك انا اللي